اشتغلت مع مخرجين كتير. يعني انت الناس ما تعرفوش انك في المجال الفني بقالك 22 سنة. مظبوط. في ناس بتقعد تشتغل كتير جدا وتتعب كتير جدا وتحاول تدور على فرصة لحد ما سبحان الله ربنا كده بيجيبها، خلاص بقى بيقولك خلاص ده وقتك، انت اجتهدت كتير وانت حاولت كتير وده الوقت اللي انت هتبان فيه دلوقتي، ده بيبقى رزق من عند ربنا. انت اشتغلت مع مخرجين كتير اكيد، ايه الفرق بين انت من المخرجين اللي اشتغلت معاهم وبين محمد سامي في الشغل، في طريقة الشغل؟ لا محمد سامي طبعا يعني بيركز مع الفنان تركيز رهيب. يعني المخرج محمد سامي بيوريكي، بيقعد يحكي لك عن الشخصية وبيحكي لك وعايز منها ايه بالظبط، وعايزها يبقى الكاركتر شكله ايه، وبتلبس ازاي، ووشك عامل ازاي، وشعرك عامل ايه، ولما هنيجي ده قبل ما ندخل نمثل. اما بندخل بقى ما بيسيبكيش، بيجي عند كل هفه وانت بتمثلي يقول لك لا بص يمين بص شمال، هنضحك هنا مش هنعمل ايه هنا، بيقعد يراجع مع كل، بيدي اداء للناس طول ما هو قاعد. لا انت لما قلت هنا كانت عينيك بص، لا انا مش عايز انت بص هنا وانت بتقول الجمله دي، انا عايزها تبقى في الناحيه دي. الناحيه دي. تفاصيل. محمد سامي هو مخرج التفاصيل. التفاصيل المظبوطه. فعشان كده، وبعدين هو بيقعد يذاكر كتير قبل ما بيشتغل، او بيقعد يحضر في المسلسل، هو بيكتب النهارده في المسلسلات تقريبا اللي هيشتغلوا فيها. لسه تصوير في شهر 9. هتعمل معاه حاجه في رمضان الجاي؟ اتمنى، ما حدش ما يتمناش ما يعملش مع محمد سامي. لسه ما عرضش عليك دور؟ يعني في كلام في شغل، اتمنى. هو هيعمل مسلسل لعمرو سعد ومسلسل لمي عمر في رمضان الجاي. انت هتبقى هتشتغل معاه؟ المفروض في مسلسل عمرو سعد. مسلسل يعني عمرو سعد لسه دور شرير ولا دور طيب؟ مش عارف لسه، هو يعني لسه الموضوع في طور الكتابه يعني كله. فانت لسه ما تعرفش، بس انت حابب طبعا ان انت تبقى. طبعا ما فيش حد ما بيحبش يشتغل مع محمد سامي. محمد سامي فرق معاك، المخرج الكبير فرق معاك، مش معايا انا بس، محمد يفرق مع اي حد يشتغل معايا. انا فرقت مع محمد سامي، وغيري اي حد اشتغل مع محمد سامي فرق معاه في حياته وفي حياته الفنيه. واي حد يتمنى يفضل يشتغل مع حد ناجح زي محمد سامي. قال لك هنطلع ايه من ياسين الالفي محمد سامي؟ قال لي بص انا عايزه يبقى شخص هادي كده خالص، مش عايزين نعمل كاركتر المره دي، احنا عايزين نعمل عماد. هو عشان احنا اصدقاء بيقول انا عايز الشخصيه دي اللي انا بشوفها في الحقيقه تيجي نعملها في المسلسل. اوبا بالطريقه دي كده. وبتقولها كده عايز؟ بالظبط تقولها كده. يعني هو قال لك الشخصيه اللي في الحقيقه ايوه كل فعلته اللي عملها في المسلسل يعني عملت هيطلع ياسين الالفي هو الشخص اللي احنا شفناه ده، هو ده كده في الحقيقه يعني. الحمد لله يا رب، يا رب نتمنى يعني، اتمنى يا رب نفضل كويسين ويفضل يعني. ف خلي بالك ده كان الصعب، ما كانش السهل بالنسبه لي ان انت تطلع بشخصيتك الطبيعيه. والله صعب. ليه بقى؟ لان انت لما بتعملي كاركتر وبتقري الورق وبيبقى مثلا في تغيير لهجه وفي لبس معين بيساعدك، وفي مش عارف تلاقي مره جلابيه مره في حاجه تعتمد عليها في الدور، تعتمد عليها في الدور ده مش عارف، فبتبقى ده بيدخل قدامك قبلك. لكن لما تبقى انت طالعه كده مجرده من كل حاجه وطالعه بوشك بس كده، هو ده مربط الفرس في النجاح بقى. طيب في كاريزما وفي قبول عند الناس ولا لا؟